السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا في ظل غلاء أسعار الأعلاف عالميا، وبالأخص الأعلاف المركزة اللي نستخدمها في خلطات التسمين، بعض المربين يسأل هل استخدام البرسيم الأخضر أو تبن البرسيم يعطي نفس نتيجة الشعير أو الذرة أو الأعلاف المركبة بالنسبة لتسمين الخراف أو الأغنام؟ والجواب هو أن البرسيم يتميز بغناه النسبي في البروتين، ويعتبر مصدر جيد للفيتامينات، ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، إلا أنه فقير في محتواه من الطاقة والفوسفور، وله تأثير ملين. أما الشعير والذرة والقمح والأعلاف المركبة الأخرى فمحتواها من الطاقة عالي وفيها نسبة بروتين جيدة، وهي تعتبر من أهم الأعلاف في تسمين الحيوانات على الرغم من غلاء أسعارها هذه الفترة. لذلك لا يمكن الاعتماد على البرسيم وحده في التسمين، سواء كان على شكل مرعى أخضر أو على شكل علف مجفف بدون تقديم ولو نصف الكمية من المواد المركزة من شعير وذرة وحبوب أخرى، مع تقديم تبن البرسيم بشكل حر في العلفة، حتى نحصل على الفائدة الأكبر من استخدام البرسيم مع هذه الخلطات المركزة ونتيجة تسمين جيدة بالنسبة للخراف أو الأغنام. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.